وإياكم إلى الفصل الثالث من ملخص مادة الكيمياء وجميع الأسئلة المرشحة وزاريا، طبعا اللي تأتيني في الامتحانات الوزارية والامتحانات الشهرية ونصف السنة. طلابنا جدا مهمة هاي الأسئلة، ما يطلع من عدها أي امتحان، وأي طبعا أسئلة وزارية هي تكون من هذه الأسئلة أو هذا الملخص. سؤال يقول: ما هي الصفات العامة لعناصر الزمرة الثالثة؟ شنو هي صفاتها؟ جميع عناصر هذه الزمرة فلزات عدا البورون فهو شبه فلز واحد. طاقة التأيين لها أقل من طاقة التأيين الزمرة الثانية، هاي اثنين. ثالثا: مستوى الطاقة الرئيسي لأخير لها يحتوي على مستويات ثانوية تحتوي على الكترونات كالترتيب الإلكتروني. رابعا: عدد التأكسد لها 3+3. خامسا: تميل عناصرها أولا لتكوين أواصر تساهمية، وكلما زاد عددها الذري يزداد ميلها لتكوين أواصر مستقطبة. أكاسيد البورون حامضية، ثم أكاسيد الألمنيوم أمفوتيرية، أما أكاسيد باقي عناصر الزمرة قاعدية. دير بالك عليها. سؤال يقول: أين يتواجد الألمنيوم؟ جواب مهم وزاري جاء أيضا السنين السابقة: لا يوجد الألمنيوم حرا في الطبيعة. السبب: لأنه من الفلزات الفعالة وأكثرها انتشارا في قشرة الأرض، إذ يؤلف الألمنيوم نحو 8% من صخور القشرة الأرضية والطين على شكل سيليكات الألمنيوم، ويعتبر البوكسايت اللي هو H2O Al2O32 الخام الرئيسي للألمنيوم، ويعتبر الكريولايت اللي هو Na3AlF6 من المصادر المهمة المستعملة لاستخلاص الألمنيوم. طبعا هنا فراغات الفصل الثالث جدا مهمة. يشكل الأكسجين نسبة فراغ من قشرة الأرض 46%، يشكل السيليكون نسبة فراغ من قشرة الأرض 28%، هاي الأجوبة مالتها طلابنا الأعزاء احفظهن. يؤلف الألمنيوم نحو فراغ من قشرة الأرض 8%. يتفاعل الألمنيوم مع الحوامض والقواعد، يدعى هذا بفراغ بالسلوك الأمفوتيري. يسمى ملح الشب أيضا بفراغ بشب البوتاس. جيد، عندنا تعليل هنا يقول: ما سبب عدم تآكل الألمنيوم؟ ليش ما يتواكل؟ لأنه عند تعرض الألمنيوم إلى الهواء يتأكسد سطحه الخارجي فقط، فيكتس الألمنيوم بطبقة رقيقة جدا من أكسيده الذي يكون شديد الالتصاق بسطح الفلز، وهذا ما يقي الألمنيوم من استمرار التآكل. حلو، يعني من يريد يتآكل أيضا راح يولد أكسيد فوق السطح. تمام. وضح ما هو تفاعل الترميت وما هي فائدته مع كتابة معادلة التفاعل. الجواب: هو تفاعل يتم من خلاله وضع خليط من مسحوق الألمنيوم وأكسيد الحديد بجفنه، تثبت في وعاء فيه رمل، ثم يثبت شريط من المغنيسيوم بطول مناسب، وتحرق نهاية الشريط مع الابتعاد مسافة لا تقل عن 3 أمتار، وملاحظة تفاعل شديد مصحوب بانبعاث كمية كبيرة من الحرارة وبلهب ساطع مع تطاير شرر، وينتج عن طبعا هنا هذا التفاعل تكون من صهر الحديد وأكسيد الألمنيوم كما في المعادلة التالية. طبعا المعادلة اللي هي Al زائد Fe اللي هو حديد 2O3Al2، طبعا هنا O3 زائد 2Fe. طبعا طلابنا الأعزاء المعادلات حفظهن مهم، المعادلات مطلوبة من عندكم، عليها درجات طبعا تجينا عليها 10 درجات ل20 درجة. سؤال يقول: ما الفائدة من تفاعل الترميت؟ شنو فائدته؟ أولا: لحيم الأجهزة الحديدية الكبيرة وقضبان سكك الحديد، تمام. ثانيا: يستعمل الألمنيوم لاستخلاص بعض
الفلزات من خاماتها الموجودة على هيئة أكاسيد اعتمادا على كونه عامل مختزن. علل: لا يستمر تفاعل الألمنيوم مع كل من حامض النتريك المخفف والمركز. سبب: بسبب تكون طبقة من أكسيد الألمنيوم اللي هي Al2O3 التي تعزل الحامض عن الفلز، فيتوقف التفاعل ويفاد من هذه الخاصية في حفظ حامض النتريك التزاب ونقله بأوانب من الألمنيوم. تمام طلاب. طبعا سؤال هنا يقول: قارن بين عمليتي تأكسد الألمنيوم والحديد بتأثير الجو. الجواب: لا يستمر تأكسد الألمنيوم بسبب تكون طبقة من أكسيد قلناها تلتصق بشدة على سطح الألمنيوم تمنع استمرار نفاذ الأكسجين خلالها، بينما في عملية تأكسد الحديد تتكون طبقة، هنا عملية قارن بيناتهم، من أكسيده تسمح باستمرار نفاذ الأكسجين والرطوبة خلالها لكونها مسامية، وبذا يستمر تأكسد الحديد. زين، لا يقل الحديد نفسه من التآكل. ليش؟ يعني ما يحمي نفسه، لأنه طبقة أكسيد الحديد المتكونة في الصدأ هشة تتفتت بسهولة فتفسح المجال للهواء والأكسجين والرطوبة باستمرار فعلها بالتآكل. علل: تصنع من سبائك الألمنيوم القنان الخاصة لحفظ السوائل بدرجة حرارة منخفضة جدا. السبب في ذلك هو أن قوة الألمنيوم تزداد كلما انخفضت درجة الحرارة عن الصفر السيليزي، نقصد بها قواطب بيبسي وغيرها. تصنع السلك الكهربائي من النحاس ولا تصنع من الألمنيوم إلا ضمن نطاق محدود، رغم توصيل الألمنيوم للكهرباء يساوي ضعف توصيل النحاس، لكونه الألمنيوم أكثر تمدداً أو تقلصاً بنسبة 39% من النحاس لنفس المدى الحراري. تمام. ما أهم سبائك الألمنيوم وما مكوناتها وما فائدتها؟ طبعاً مهمة جداً جاءت وزارية. سبيكة الديور ألومين، تتكون هذه السبيكة من نسبة عالية من الألمنيوم. تتكون هذه السبيكة من نسبة عالية من الألمنيوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والمغنيسيوم، وقد تحتوي على المنغنيز وتمتاز بخفتها وصلابتها، وتستعمل في بناء بعض أجزاء أو أجزاء الطائرات. برونز الألمنيوم، أهم سبائك الألمنيوم طبعاً. ثانياً برونز الألمنيوم، تتكون هذه السبيكة من نسبة قليلة من الألمنيوم ونسبة عالية من النحاس وأحياناً فلزات أخرى. ومن خواص هذه السبيكة، انتبه، الجيدة أنها تقاوم التآكل، ويتغير لون السبيكة بتغيير نسب مكوناتها، حيث يتدرج من لون النحاس إلى لون الذهب وإلى لون الفضة. لذلك شنو فائدتها؟ يفاد من هذه الخاصية بصناعة أدوات الزينة. عرف الشب، الشب وزاري مهم جدا. عند مزج محلولي كبريتات الألمنيوم وكبريتات البوتاسيوم المائيين وترك المحلول يتبخر ماءه، نحصل على الشب، أو كيفية الحصول على الشب هذه الطريقة. استخدامات الشب طبعا جاءت وزارية للسنين السابقة. يستخدم في التعقيم لبعض الجروح الخفيفة، يستخدم في تثبيت الأصباغ على الأقمشة، يستخدم في تصفية مياه الشرب. علل: يستخدم الشب في التعقيم لبعض الجروح. ليش؟ لأنه يساعد على تخثر الدم بسهولة بسبب ذوبانه في الماء وترسب OHAL3 على الجروح، حيث يوقف سيلان الدم فيتخثر. سؤال: كيف يتم الكشف عن أيون الألمنيوم في محاليل مركباته؟ جواب: يكشف عن أيون الألمنيوم في مركباته بوساطة محلول قاعدي مثل هيدروكسيد الصوديوم، حيث يتفاعل هذا لتكون راسب أبيض جيلاتيني، هو هيدروكسيد أو جيلاتيني، هو هيدروكسيد الألمنيوم مع أيون الألمنيوم. علل سؤال، طبعا هاي الأسئلة كلها جديدة طلابنا ومهمة وزارية. يذوب هيدروكسيد الألمنيوم عندما تضاف إليه زيادة من هيدروكسيد أكسيد الصوديوم أو بإضافة حامض إليه،
سبب يذوب عندما تضاف إليه زيادة من هيدروكسيد الصوديوم بسبب تبه تكون ألومينات الصوديوم الذائبة ويذوب كذلك بإضافة حامض إليه بسبب السلوك الإنفوتيري. لهنا انتهى طلابنا بالنسبة للفصل الثالث. طلابنا شارك المحاضرات مع زملائك للفائدة العامة. هواي طلاب تبحث عن محاضرات وانت نفس ما كنت بمأزق وتبحث عن هاي المحاضرات، رجاء حاول تشاركها وحاول تكون سبب في رسم البسمة على شفاه زملائك. يلا طلابنا نروح للفصل الرابع، وايضا الفصل الرابع كل هالمحاضرات نزلنا جدد وملخصات جدد ومرشحات ايضا جديدة والاسئلة الوزارية للسنين السابقة.